الديمقراطية هي شكل من أشكال الحكم السياسي، قائم على التداول السلمي للسلطة وحكم الأكترية. والنوع الشائع منها اللي هي الديمقراطية الليبرالية أو الحرة، بتأكد على حماية حقوق الأقليات والأفراد من خلال قوانين بهذا الخصوص بالدستور. وأحياناً بتستخدم الديمقراطية لوصف نظام الحكم بدولة ديمقراطية، أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة مجتمع. والديمقراطية بهذا المعنى الأوسع هي نظام اجتماعي بيشير لثقافة سياسية وأخلاقية معينة تتجلى فيها ضرورة تداول السلطة سلمياً وبصورة دورية. وببعض الأحيان ممكن تتعارض مصالح الأكترية مع مصالح الأقليات والأفراد بشكل عام، ولهيك لابد من تحقيق توازن بيمتد ليشمل التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وبين المناطق والقبائل والأعراق. ومن هون إجت فكرة اللامركزية، وبين السلطات الدينية والدنيوية، ومن هون إجت فكرة العلمانية. وللديمقراطية مبادئ لتحكيم حكم الأكترية والمحافظة على الاستقرار والسلم الأهلي، ومنها مبدأ فصل السلطات، يعني السلطات الثلاثة التنفيذية يلي بتمثلها الحكومة، والتشريعية مثل مجلس الشعب، والقضائية مثل القضاة والمحاكم، لازم تكون منفصلة عن بعضها وبتتمتع باستقلالية بتمكنها من القيام بدور رقابي وشفاف على بعضها. مبدأ التمثيل والانتخاب يلي بيضمن لكل فرد بالمجتمع حق الترشح للانتخابات بكل أشكالها، وحق التصويت بحرية وسرية ومن دون تبعات. حكومة الظل واللي بتضم أعضاء من الأحزاب المعارضة للحزب الموجود بالسلطة لضمان الرقابة على الحكومة وانتقادها. سيادة القانون واللي بيعني إنه القانون بيملك الكلمة العليا على الجميع، والكل متساويين تحت القانون. اللامركزية يلي بتضمن التوازن بين المناطق والشرائح والفئات المختلفة بالبلد. مبدأ تداول السلطات سلمياً واللي بيتيح الفرصة لتجدد الدولة والمجتمع، وبيعزز المواطنة الفعالة ودور الأحزاب بالمجتمع. وفي شكلين للحكم الديمقراطي، الديمقراطية المباشرة وفيها الناس بيمارسوا سلطة صنع القرار من دون وسطاء، وبيصوت الشعب فيها على قرارات الحكومة مثل المصادقة على القوانين أو رفضها، وأقرب دولة على هذا النظام هي سويسرا. الديمقراطية النيابية وبيصوت فيها أفراد الشعب على اختيار أعضاء الحكومة يلي بدورهم بيتخذوا القرارات يلي من المفروض تتفق مع مصالح الناخبين. والديمقراطيات بتنقسم لنوعين، ديمقراطيات ليبرالية أو حرة وفيها السلطة الحاكمة بتكون خاضعة لسلطة القانون ومبدأ فصل السلطات، وفيها بيضمن دستور الدولة للمواطنين وبالتالي للأقليات كمان حقوق لا يمكن انتهاكها. ديمقراطية غير ليبرالية غير الحرة، وهي ما فيها شيء بحد من سلطات النواب المنتخبين ليحكموا كيف ما بدهم.